مالك يا عمر؟ مالك يا عمر؟ قمر ازمه جت في ايه؟ بسرعه بسرعه. مالك يا حبيبي؟ افتح بقك. اشرف 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 في ايه؟ خير؟ في ايه؟ طب فوقك قوي. ايه؟ اطلب لي اسعاف، اطلب لي اسعاف. اطمنوا يا جماعه، ان شاء الله خير. احنا حاطينه على جهاز التنفس الصناعي وربنا يستر والازمه تعدي على خير. اعملوا كل اللي تقدروا عليه، حتى لو عايزين تسفروه بره سفروه، واي تكلفه انا ما عنديش مانع. انا ما اخبيش عليك وهي الحاله حرجه فعلا، بس احنا ان شاء الله عندنا حلول كتير قوي ليها. على الاقل مش محتاج يسافر بره دلوقتي. هو عنده ايه بالظبط؟ هو عنده تضخم في القلب، بس احنا املنا كبير ان شاء الله ان التضخم ده يروح بالادويه اللي بنديها له. طب افرض ما خفش؟ والله انا مش عايز ازعجكم ونسبه الاحداث، بس احنا في الحاله دي املنا الوحيد ان احنا نزرع له قلب جديد. قلب جديد؟ قلب جديد يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني. اللهم اني لا اسالك رد القضاء، ولكني اسالك اللطف فيه يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده كله؟ نص مليون جنيه مكسبك في العمليه يا حاج، ده طبعا بعد خصم 150 الف نسبتي و25 الف مصاريف. يا دين النبي، انت بتتكلم جد يا نديم؟ امال بهزر. النص مليون قدامك اهم، المسهم واحسهم وشمهم زي ما انت عايز، ده حقك ونصيبك. ده انت وقعتلي من السما، انا ليه ما عرفتكش من زمان؟ كله بأوانه يا حاج. صح، اتفضل يا نديم، وصلاتك هي حسب الاتفاق. احبك احبك وانت مصحصح معايا يا حاج. لا مصحصح ايه بقى؟ أنا كان لازم أصحصح معاك من 26 سنة. تصور يا نديم، أنا بكافح في المدبغة دي وفي المحل بقالي 26 سنة، ما تحصلتش فيهم إلا يمكن على 6 7 مليون جنيه بالكتير، و100 ألف أهيف اديتهم لك لمدة أسبوعين اتنين. أسبوعين يوم يرجعوا لي بنص مليون. دي أربعة 500%. والله يا حاج لو قلت لك على عملية مكسبها 1000%. عملية ايه دي؟ صفقة العمر يا حاج. المليون فيها يرجعوا 10 مليون. 10 مليون؟ ليه ده؟ احنا هنتاجر في ايه؟ في الكودافين. في ايه؟ الكودافين. الله، مش الكودافين ده بتاع دواء الكحة اللي بياخدوه العيال الصيع في الشارع عشان يسطروا يعملوا دماغ؟ الله ينور عليك. لو معاك روشتة الإزازة منه ب10 جنيه، ما معاكش الإزازة بتوصل 300 جنيه. يا دين النبي، 300 يعني 30 ضعف. وعليه طلب وشاحح مش موجود يا حاج. أيوة نديم، بس ده مخدر ومحطوط على الجدول. جدول إيه بقى؟ إحنا مالنا ومال الجدول بس يا حاج؟ الله، هو مش في ناس تعبانين بجد ومحتاجينه؟ اه اكيد. يبقى دواء، دواء زي اي دواء، واجب علينا ندخله. ايوه، وده بقى ان شاء الله هندخله في الاجزخانات من ابو 10 ولا لا؟ طبعا اكيد هنبيعه من ابو 300. احنا هنبيع الجمل بما حمل لحد متخصص، وهو ونيته بقى. كلامك معقول. الاتفاق ان الشحنه اول ما توصل نسلمها له ونستلم احنا بقى فلوسنا، اللي بعد كده ملناش فيه. ايوه بس احنا هندخله ازاي؟ وهنجيبه منين؟ في مصنع ادويه في الصين بيصنع خام الكودافين. احنا هنتفق معاهم على الكميه اللي احنا عايزينها، ونخليهم يحطوها لنا في علب صفيح ويغطسوها في علب الكله، ونستوردها بقى في شحنه ببطاقتك الاستيراديه في كونتينر على مصر، وندخلها على ايدنا كل عاديه بتستعملها في شغلك. بطاقه انا؟ ايه ده عندك يا عم نديم؟ هاي هاي هاي، ده انا كده هبقى متصدر ودي مسؤوليه عليا. لا 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 يا حاج، يا حاج دي صفقه العمر، هو انت هتعملها كل شويه؟ ده هي مره وشكرا على كده. معلش ولو انا راجل طول عمري محترم وليا اسمي وسمعتي، وما اقدرش اخاطر واعمل حاجه زي دي ابدا.
ما علشان اللي انت بتقوله ده يا حاج، الشحنة دي هتعدي في أمان. انت راجل اسمك زي الذهب وسمعتك زي البرلاند، محدش هيشك فيك. جرام نادين، انت بتطلب مني حاجة ممكن تدمرني وتهدي كل اللي أنا بنيته. أيوة يا حاج، بس ممكن تعدي وترفعك لسبع سما وتعمل منها ثروة عمرك ما كنت تحلم بيها. حاج ما تنساش، المليون بيعمل عشرة، والعشرة بيعملوا 100 مليون. طب اديني مهلة افكر. ماشي يا حاج براحتك، فكر زي ما انت عايز، بس ما تاخدش وقت يا حاج في التفكير، علشان لو مش ناوي الاقي حد تاني بدل الفرصة ما تروح من ايدي. افكر. الله يا حبيبي، ده يجنن، حلو قوي. ربنا يخليك ليا يا رب وما يحرمنيش منك ابدا. مش تقولي لي بمناسبه ايه؟ هو في بين الراجل ومراته كلام من ده؟ ايوه، بس اكيد في سبب. ايه هو؟ خلص صفقه الادويه مع نديم، كسبت منها 500,000. نص مليون جنيه؟ وشك حلو قوي على عروسه الهنا كده. حف كده، مفيش غموس. الغموس في صباعك اهو. لا يا حاج، دي هدية عريس لعروسته. وعدها لك يا حلوة، ما انت لسه واخدة شبكة بنص مليون. اديك قلتها يا حاج، شبكة. انما الشغل حاجة تانية. شغلي ايه؟ هو انت عملتي حاجة؟ هو مش انا اللي معرفاك بنديم. حاضر يا حلوة، يبقى انا عرقك ب20,000. لا، اقل من 50 مش هينفع يا حاج. 50,000؟ 10%؟ عشان ايه؟ عشان بتحبني وما تقدرش على زعلي. غالي والطلب رخيص، يبقى انا هواضح في عمليه تانيه. طيب، هدخل املى بني واستناك فيه. ماشي، ما تنسيش تحطي بالشامبو اللي بريحه الخوخ، ريحته بتعجبني عليكي قوي قوي. من عينيا يا حاج. يا داخله من باب الحمام. خوخه ايه؟ ده انت قشطه، عسل وربنا عسل. حمام، احنا يهمنا حمام. خير يا حاج؟ قالوا لي انك طلبتني. انت تعرف خبير متأمن كويس؟ اعرف خبير متأمن كويس، انما ليه يا حاج؟ عاوزه يتأمن لنا الفيلا وشقه اسكندريه والمدبغه والمحل، اصل نويت ارهرهم للبنك. خير يا حاج؟ كفالة الشهر. ما تقتل يعني، انت ما تبقاش خفيف كده. قلقتني يا حاج. انا قصدي بجمع فلوس، داخل على خبطة عمري، لازم اوفر لها كل جنيه، لان كل جنيه هحطه فيها هيرجع لي 1,000 زيه. يا 1,000، نهار ابيض. انما عملية ايه دي يا حاج؟ ادوية متهربة. يا نهار اسود، ده كده بعاوة يا حاج ولعبي من على الشمال. كل حاجة مترتبة ومش ناقص غير التنفيذ في أسرع وقت. وبعدين عوق ليه؟ دي أدوية هتعالج الناس، وإحنا هنتاجر في المخدرات. بس متهربة. أنا أقول لك عليه تعمله وأنت ساكت، مش عاوز أي مخلوق يعرف الموضوع ده غيري أنا وأنت، فاهم؟ إذا كان كده ماشي. لسه الحالة حرجة. تعالى اشرب يا ابني. ربنا كبير يا حبيبي. والله يا بابا انا مش عارف اعمل ايه. حاسس ان حياتي وقفت ومش عارف اكملها ازاي. وبعدين معاك يا اشرف يا ابني، ما تعملش في نفسك كده. انت راجل مؤمن وما تيأسم رحمة ربنا يا ابني، ده رحمة ربنا واسعة. ونعم بالله يا أمي، ونعم بالله.
اتفضل قهوة على مزاجك. مالك يا حب؟ شكلك مهموم وانا مش واخدة على كده. عمر بن أشرف ابني تعبان قوي من أغص عليا عشتي. ماله يا أخويا؟ كفر له الشر، عنده إيه؟ تضخم في القلب، تصوري؟ يا لهوي، الشر بره وبعيد. قلبي وكن عليه قوي يا نعمة، مش عارف أعمل له حاجة. يا أخويا الشفا من عند ربنا، وإن شاء الله هيخف ويبقى زي الفل. بس أنت اضحك بقى، أنا مش واخدة عليك إنك تبقى مكشر كده. أنا نفسي أفرح، وربنا نفسي أفرح، بس الدنيا مش ممكناني. ولا يهمك يا حاج، أنا هنسيك الدنيا واللي فيها كله. هنحط هنا فازة ورد كبيرة قوي وندهن الحيطة دي كلها موف. موف؟ آه، لون البلوزة بتاعتي ده لون طالع موضة موت. وكمان هنحط هنا كنبة لونها أصفر عشان تمشي مع الحيطة دي. كناري برضو؟ طبعاً كناري، دي هتبقى ركنة تجنن. آه طبعاً طبعاً هتجنن من كتر الألوان العجيبة اللي هتبقى فيها. دي هتبقى ألوان مبهجة، هتخلي بيتنا ولا الجنة. جنة فواكه زي بتوع العصير كده. بص يا حبيبتي، انتي اعملي اللي انتي عايزاه، البيت ده اصلا بيبقى مملكة الست. والراجل؟ الراجل مجرد ضيف مش اكتر. ليه يا سعد؟ هو انت مش ناوي تعيش معايا هنا ولا ايه؟ ده كلام برضو، ده انا امنية حياتي ان انا اعيش معاكي في بيت واحد. بس انا قصدي يعني ان انا هبقى ملغوم في الشغل طول النهار، انما انتي بقى هتقعدي فين؟ في البيت طبعا. لا، في مملكتك. عشان كده يا حبيبتي لازم تعمليها على ذوقك وعلى مزاجك عشان تعرفي تعيشي فيها، صح ولا انا غلطان؟ صح، ابتديت تفهمني. مبروك، الف مبروك يا ست نوره. الف مبروك يا ست نوره. الله يبارك فيك يا هنيه، انت فله. مبروك يا حبيبتي، الف الف مبروك، ربنا يتمم لك حملك على خير وسلام قادر يا كريم. الله يبارك فيك يا ماما. اهو انا قلت بقى اجيلك بنفسي واقولك مش بالتليفون عشان تسمعي خبر حلو يفرحك. يا حبيبتي الحمد لله على كل حاجه. هتبقي جده تانية مره يا ماما كوثر. اه انا فرحانه قوي ان انا هبقى جده. تعرفي يا طنط، الحكايه دي خلتني افكر اجل سفري. ليه، هو انت مسافر؟ ما ده تاني خبر حلو جبناهولك معانا يا ست الكل. خير يا حبيبتي؟ اصل الجامعه اختارتني للاعاره وهسافر جامعه السلطان قابوس الاسبوع الجاي. الف مبروك يا حبيبي. بس نوره حامل، هتركب طيارة ازاي؟ ما انا هقعد معاكي لحد ما رؤوف يسافر ويرتب اموره هناك ويبعت لي، هسافر له على طول. الله، طب وهتولدي فين بس يا بنتي؟ ما تقلقيش يا طنط، هنبقى نيجي هنا عشان تولد. طب وليه بس يا ابني الشحطاطه دي؟ بقول لك ايه يا حبيبي، روح انت رتب امورك وسيب لي نوره تولد هنا تبقى في حضني انا. ايوه يا طنط، بس دول 9 شهور. ما الحامل دي عايزه عنايه واهتمام طول الوقت. ده انتي حامله صعبه قوي. مش اصعب من جوزك يا حياتي. وبعدين انا قلت رايي بقى وانتوا حرين فيه. على فكره يا نوره، ماما كوثر عندها حق، انت فعلا السفر بالنسبه لك دلوقتي هيبقى بهدله. خليك انت هنا وانا هسافر، اول ما ارتب اموري واظبط كل الحياه هناك هبقى انزل اجازه بعد 6 شهور. طب وافرض ما ينفعش؟ هسيبهم واجي طبعا، ما انت عارفاني مجنون رسمي. الخبير المسمن بتاعنا قدر ممتلكات سعادتك ب6 مليون جنيه وفايده 12%.
ايوه فريق بيه بس ده قليل قليل قوي قوي قوي. الخبير اللي انا جبته قايم ب 10 مليون. يا عبد الستار بيه دي امور بنكيه ما نقدرش نتخطاها، وسعادتك سيدي العارفين البنك عندنا ما بيثقش الا في اراء خبراء معينين. طبعا عشان بيحابوا له يا باشا. صدقني يا حاج لو في ايديا اي حاجه اعملها لسعادتك ما كنتش اتاخر. سعادتك عميل قديم وعشره عمر ما بيننا. ماشي. ايه بقى المطلوب عشان نقدر ننفذ اجراءات القرض؟ اوراق المرهونات واثباتات الملكيه، وسيب الباقي على الله وعليا، واللي فيه الخير يعمله ربنا. والجميل حنطور وحنطر رجلين واحد قدام. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك يا حاج. الله الله، انت ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ ده انت والنوم بيركبك بدري بدري. استنياك يا حاج. ليه في حاجة؟ في حاجات. خير؟ من ساعة ما رجعت من سفرية لبنان وانت متغير. متغير ازاي يعني؟ يعني سهرك كل يوم بره البيت، صبغت شعرك، قمصانك الملونة، وبنطلوناتك، قلعت الجلابية، حاجات كتيرة قوي، بقى شكلك غريب. عندك حق يا حاجة. حكيم انت مرايتي اللي بشوف نفسي فيها من غير كدب ولا تزوير. أنا فعلا اتغيرت يا حاجة، بس أنا قاصر التغيير ده. ليه يا حاج؟ أنا أصلي داخل على صفقة عمري. لو تمت على خير بإذن الله حياتنا هتتغير خالص. صفقة؟ صفقة إيه دي؟ توكيل مواد كيماوية. بس إيه يا حاجة؟ ماركة معتبرة. وعملية زي دي تغير من نفسيتك كده؟ وأبو كده كمان، بقولك هتوديني حتة تانية خالص. أنا هبقى الوكيل الوحيد المعتمد في مصر وفي الشرق الأوسط كله. طبعاً عملية زي دي بقى محتاجة إن لوك جديد، يعني لبس جديد، شعر جديد. أنا بفكر ألبس باروكة بس اتكسفت من الناس، وخصوصاً يا حاجة إن أنا هتعامل مع أجانب وناس عليوي قوي. لوك جديد؟ هما بقى عايزين شكلك ولا عايزين شغلك؟ يا حاجة افهمي، كل مرحلة وليها مكحلة عشان الشحلالة. أنا مش فاهمة منك حاجة بصراحة. أنت أدرى أحضر لك العشاء ولا تعشيت برا زي كل يوم يا حاج؟ لا زي كل يوم. تصبح على خير. وأنت من أهله يا حاجة. واركبي الحنطور تكتم تكتم واتحنطر تم تم تم. تمام يا دكتور. تمام يا حاج، كل شنطه 2.5. كده يبقى المبلغ 10 مليون جنيه بالتمام والكمال يا حاج. شكرا يا باشا. العربيه جاهزه يا دكتور؟ جاهزه يا حاج. على بركه الله. يلا رجاله. شكرا. شكرا يا سيدي. تحت امرك يا حاج. اتفضل يا سيدي. تاني يا حاج. لا تاني ايه؟ ده المره دي هتمضي على 100 وصل. كل وصل بمليون جنيه. ايه يا حاج؟ انت عايز توديني في داهيه؟ لا مش داهيه واحده، دول لا مؤاخذه هيبقوا 100 داهيه. ده لو لعبت بديلك، انما لو مشيت مظبوط وصولاتك هترجع لك وفوق ال 15% نسبتك. انت حاج فاهم يعني شويه الوصولات دول هم اللي هيضمنوا لك حقك. طب انا ممكن اخد الفلوس وكنت بره مصر، دول 10 مليون يعيشوني باشا في اي حته. وعشان كده انا جاي معاك الصين. تيجي فين؟ رجلي على رجلك، ده شقى عمري كله وسالب فوقه بالفايز كمان، ما عنديش استعداد اخسره ابدا. ايوه يا حاج، بس ده تعب عليك. وهتعب اكتر لو فلوس سافرت وسابتني هنا لوحدي. عشان كده انا لازم اجي معاك واشوف الفلوس دي وهي بتدفع للصينيين قدام عينيا. يا كده يا مش تعب. تشوف يا حاج. عند بقى الوصولات وشوف عاوز كام عربون علشان تربط العمليه. عربون ايه يا حاج؟ الفلوس كلها لازم تدفع قبل العمليه. الكلام ده؟ ده شرطهم الوحيد. هتفرض طلعوا نصابين؟ لا نصابين ايه؟ عيب يا حاج، دول
دول ناس محترمة، ناس ليهم وضعهم واسمهم في الصين. يعني دول ناس معلمين محترمين بس صيني. جرى يا حاج، هو احنا كنا قادرين على لبنان لما هنقدر على الصين مرة واحدة؟ في ايه يا حاج؟ انت هتعد عليا ولا ايه؟ قلت لك ده شغل. أعد عليك ده ايه؟ أنا خايفة عليك يا حاج، وبعدين الناس دول غيرنا خالص. لا ما تخافيش عليا، لأني مش عيل صغير، وبعدين إذا كانوا هم صينيين فأنا حفيد خوف ومقرع. هو في إيه يا حاج؟ هو أنا كل ما أقول لك كلمة تقلبها هزار كده؟ أعمل لك إيه بس؟ أنا قلت لك إن دي عملية مهمة ولازم أحضر اتفاقها بنفسي. أنا كل اللي عاوزه منك بس تدعي لي ربنا يسترها معايا ويسهلها لي إن أقدر آخدها من بوق المنافسين. ربنا يسترها معاك وينصرك على كل من يعهديك وييسر لك كل أمر عسير قادر يا كريم يا رب. اوعى كده يا سماح. اوعى كده يا سماح. انت مالك بقالك فتره واخده مني جنب كده ليه؟ اصلك ما بقتش تحبني زي الاول. مين ابن الكدابه اللي قال كده؟ انت. انا يتقطع لساني لو كنت قلت. ما هو مش لازم تقول بالكلام، بس قلت بالمحسوس. محسوس ايه وملبوس ايه؟ انت بتتكلمي بالالغاز كده ليه؟ ما هو بصراحه كده يا سي مختار، كون انك مش عايز تخلف مني يبقى انت مش حاببني بجد، والظاهر كده ان انا في حياتك مجرد نزوه. نزوه؟ انت جبت الكلمه دي منين؟ اهو بيقولوها في مسلسلات التلفزيون. يقطع التلفزيون اللي واكل عقلك يا بت يا بت يا عقلي. وبعدين انا مش عايز اجيب منك عيل. يا لهوي، يبقى شكي طلع في محله. يا بت انا عايز اجيب منك دسته عيال. بجد يا سي مختار؟ طبعا، بس انا خايف عليكي والخلفه مسؤوليه واحنا لسه في اول سنه جواز. يعني بعد ما تعدي السنه دي ما عندكش مانع؟ طبعا، بس دلوقتي خلينا نتهنى ببعض قبل دوشه العيال وهده الحيل. مش كده بس يا سي مختار؟ امال ازاي؟ بالهداوه. اذا كان بالهداوه ماشي. حاسة ان انا في كابوس ومش عارفة اصحى منه. الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. ليه؟ ليه بس كده؟ احنا عمرنا ما اذينا حد ولا عملنا حاجة وحشة في حد. امتحان من عند ربنا يا هدى. امتحان صعب قوي، انا مش قادرة استحمل. ايه يا حبيبتي؟ قادر ربنا زي ما ابتلانا يصبرنا. ليه بس؟ ليه احنا بالذات؟ ما كل الناس ولادها في حضنها. لا يا هدى حرام، ما تقوليش كده. ده الحاجة الوحيدة اللي اتمناها من الدنيا وما جاش بالسهل، ولا انت نسيت؟ ما نسيتش يا حبيبتي، بس ايه؟ قعدنا نستنى سنين وسنين لما صدقت انه جالي. هو ربنا عوض صبرنا خير واداهولنا. طب عايز ياخده ليه؟ حرام. عايز ياخده ليه تاني بعد ما اداهولي؟ ليه يا اشرف؟ ليه؟ حرام، ما تقوليش كده، قلت لك. حرام عليك يا رب. الله الله الله، شويه في الرقبه. الرقبه. الله الله. اه حاج، ايوه. ايه ده؟ ايه ده؟ العروق كلها كانت راكبه على بعضها فكته. ما شاء الله، صباح احنا هنا. ايه الدلع اللي احنا فيه ده؟ ايه الدلع؟ انا اشتغل اشتغل. قول لي يا حاج. قول لك ايه؟ استناني انت، هقول لك كتير. هو عارف، انا سمعت كتير قوي عن البتاع. هو البتاع اللي احنا فيه ده اسمه ايه؟ ما هو ده اللي كنت هسالك فيه. ايه ده؟ اسمه جاكوزي. ايوه، انا سمعت كتير عن الساكوزي ده. وسمعت كمان عن التدليك. انما عمر ما تخيلت ان الساكوزي والتدليك بالكلام والحلاوه دي. الله الله. هو انت يا حاج عمرك ما نزلت جاكوزي ولا اتدلكت؟ لا لا لا، مره في مصر رحت حمام بلدي ونزلت المختص بتاع الحمام، وبعد عنك وقعت في ايدين راجل ايديه خف جمل، طلعت من تحت ايده واخد علقه بوت. الله. افتكر هنا بقى لا في علا ولا حاجه يا حاج. ها هنا فراوه جامده. هنا الدلع كله. علا ايه يا عمنا؟ صباح احنا هنا. يا ريت كنت صين. ليه يا حاج؟ كنت عملت ايه؟ كنت خدت محل وفحرت فيه انايا زي دي، وكل يوم اتدلك فيها براحتي. لا يا حاج، ما تاخدش راحتك قوي كده. احنا عندنا ميعاد كمان ساعه مع صاحب المصنع، مش عايزين نتاخر. اوبا. تصدق نسيت الجاكوزي ده والتدليك بينسوا حقي وحقيقي. خلاص خلاص، كفايه يا حلو. خلاص بكره هتلاقيني قاعد لك في نفس النقره دي. ها من بدري هتلاقيني قاعد فيها بكره يا حلو. ما بيتباعوش دول.
ما حاجة استنضف لك اتنين كده بس هتعمل بيهم ايه؟ يا ريت تشوف الاتنين، احط واحدة على الكومودينو جنب السرير على طول، والتانية اعلقها في بدلة العربية. فاكرة الفستان ده؟ يا ماما لسه عندك؟ ده فستاني وانا في ابتدائي. انا بقى محتفظة بكل هدومكم، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى لو رزقك ببنت هديكي كل الحاجات اللي انا محوشاها. طب لو رزقني بولد؟ ده يبقى حظه حلو قوي، هياخد كل لبس خلانه التلاتة وهيهيص على الآخر. يا ماما إيه الحرص ده كله؟ حرص يا بنتي مش على التمد اللي اندفع في الحاجات دي. مال على إيه يا ست الكل؟ على الذكريات الحلوة، عندي أقيم وأهم من الفلوس كلها. شايفة ده؟ يا خلاصي ده صغير قوي. ده كان بيلبسه أخوك المختار وهو عمره 3 سنين، اشتريته من محل غالي قوي في وسط البلد. الفلوس خلصت مني فاضطريت أمشي على رجلي 5 محطات. وده كان بيدخل فيه؟ لا هو كان واسع شوية عليه. كمان؟ انتوا بتنتفوا في فروة مين بقى كده على الصبح؟ في فروتك انت طبعا. انا؟ فاكر ده يا مختار؟ يا دين النبي ده بتاعي وانا قد كده، جبتوه منين ده؟ قال يعني خلاص كبر وبقى راجل. طبعا راجل، ولا انت ليكي راي تاني يا ست الكل؟ اه يا اخويا انت من يوم ما كبرت وبقيت راجل وانت بوسط. ليه يا حبيبتي كده ليه؟ تقدر تقولي انت بتروح فين طول الليل والنهار من يوم ابوك مسافر؟ مشاغل يا حاجه مشاغل. والمشاغل دي بقى ما بتخلكش ترجع تبات في البيت؟ ايوه صحيح، انت بتبات فين؟ ما انا اصلي بدل ما افقع المشوار ده كل يوم من بدبغه للفيلا والفيلا للمدبغه، قلت اجر شقه صغيره كده في المنيل جنب الشغل. وبتعمل ايه بقى في الشقه دي يا سي مختار؟ دي استراحه ليا يا حاجه بعد الغدا عشان ارجع اكمل شغل تاني. يا حاجه انا باشا يلا على اذنكم بقى عشان اتاخرت على ميعادي. يا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وانت كده ما ناخدش منك غير بكش وبس. اتنين فلوت تمام، عش احمر 10 اصفر اكسيد، 10 اصفر، واتنين جزلت ابيض. ابيض بس. تمام يا ريس. سعد ايه يا حبيبتي؟ اعمل حسابك عيد ميلاد مامتي الثلاث اللي جاي. حاضر يا حبيبتي، هفضي نفسي يوم الثلاث. وتجيب هديه. احلى بوكيه ورد هيكون عندها. بوكيه ورد ده ايه؟ بقول لك هديه. ايوه ما انا الورد ده مش هديهولها سلف، انا هديهولها هديه. الورد ده تهديه لواحده بتحبها. طب ما انا بحبها، ولا هي عشان حماتي يعني لازم اكون بكرهها؟ بقول لك ايه؟ ما تلفش وتدور عليا يا سعد، انا عارفاك كويس. عايزه ايه يا رشا؟ تجيب هديه ده. انت عارفه جرام الذهب وصل كام دلوقتي؟ ايا كان، ده شكلنا يا سعد. شكلنا قدام مين؟ دي مامتك، يعني لازم تقدر ظروفنا. واحنا بنشطب وبنوضب وبطننا مفتوحه. انت هتفضل طول عمرك كده تتخانق على الفلوس؟ وهي الفلوس دي بتيجي بالسهل يا رشا، الناس بتدفع الكوت عشان تجيب الفلوس. اوف انا اتخنقت منك ومن بخلك يا اخي. يا رشا رشا كانت ناقصاك انت كمان يا حماتي، ما كنت تاجلي يوم ولادتك شويه. عادي كله بالانجليزي امضي والعربي عادي يعني. امضي الامضه اللي انت عايزها يا حبيبي. 16 ليل. سي يا خروف هنا السرداي بمعرفتكم. شكرا شكرا. عفوا عفوا كده تمام؟ لا تمام ايه؟ اديله الفلوس بقى. اديله الفلوس من غير اصرارات ولا شيكات ولا حاجه. ما انت معاك العقد اهو يا حاج. ولا هعمل ايه بالعقد؟ هيشتكيه بالعقد يا حاج. قبل كده انا قلت لك دول ناس مضمونين، انا ضامنهم. طيب يا عم نديم بلاش عصبيه. سيدي هذه هي هدية لكم. هدية لنا؟ شكرا شكرا. ماشي يا شيخ. اعمل ايه بدي؟ اديني كده يا حاج. اصل بصراحة يا حاج انا قلت لهم يعني ان انت لسه عريس جديد فهم ادوك منشطات هدية. يعني في اجرة صيني والله عنده سوق. ان شاء الله مردود لك في الفرح وهدعي لك واول عيل هسميه سونج. طمني يا دكتور. زي ما قلت لكم قبل كده
الحالة حرجة جدا وبتستجيب للعلاج ببطء. والعمل يا دكتور؟ والله أملنا في ربنا كبير إن قلبه يستجيب للعلاج بشكل ملحوظ. وده ممكن يحصل؟ هو ممكن، بس لغاية دلوقتي مفيش أي مؤشرات بتؤكد ده. ادعوا له يا جماعة، ربنا معاه إن شاء الله خير. يا رب يا رب يا رب يا رب الطف بي. خلاص بقى يا رشا، مش هنقضي فترة الخطوبة كلها متخانقين. قول لنفسك انت دايما اللي بتكون السبب. انا برضو ماشي ماشي يا رشا، حقك عليا. لا انا مش هقبل على فكرة اعتذارك بالكلام يعني. امال بايه؟ بالافعال طبعا. طيب انا هجيب لمامتك هدية ذهب، ارتحتي؟ لا لسه. في ايه تاني؟ تاخد ماما تنقي هديتها وبنفسها. ايوه بس انا عايز اعملها لها مفاجأة. ده شرطي الوحيد لو عايز تصالحني. ماشي يا رشا، هاخدها وامري لله. حبيبتي يا دودي. ايه راي حضرتك في السلسله الحلوه دي يا حماتي؟ يعني مش قد كده. مش قد كده ازاي؟ دي رقيقه جدا. ايوه بس خفيفه. طب ايه راي حضرتك كده؟ ايوه كده تقيله وتملى العين. يعني عجبكي؟ ايه اللي عجباني؟ هو دي الحاجات التقيله الحلوه. يا سلام. سلام ايه بس؟ يعني مش ملاحظه ان يعني ذوقها بلدي شويه؟ بلدي مش عاجباها؟ احنا مالنا، ادفعوا انت سكت. وتعمل كام دي؟ دي تعمل لها 5000 جنيه. طب وانا ينفع ادفع بالفيزا؟ قوي قوي ما تحبطش. مبروك يا حماتي. الحمد لله على السلامة يا حجوب. الله يسلمك يا مختار. السفرية كانت متوفاها الحمد لله. على الآخر. الحمد لله. البضاعة هتوصل آخر الشهر إن شاء الله. على خيرة الله. ده ماما هتفرح قوي لما تعرف إنك جيت بالسلامة. وهتكون قلت لحد إني وصلت. أنت عايز تعمل لهم مفاجأة. مفاجأة إيه؟ ده أنا هعمل لك أنت مفاجأة. إيه؟ أنت هتطلع دلوقتي على بيت نعمت. حبات عندها يومين. بعد كده تيجي انت تاخدني على اني لسه واصل من الصين. ايه رايك في المفاجاه دي؟ اذا كان كده ماشي. يعني انت لسه ما جيتش؟ يا زي ما تقول على وصول. طب تيجي بالسلامه يا حاج. الله يسلمك. الله يا حاج، ده حلو قوي. دب ايدك دب ايدك، ده في حاجات كتير قوي جوه. حلو قوي يا حاج، ربنا يخليك ليا. معلش هما هناك قصيرين بس الحاجات دي ان شاء الله هتطلع مقاسي. يلا. وحلو قوي دي كمان. شفتي شفتي؟ بقول لك ايه، ما تخشي بقى تلبسي لنا قميص النوم ابو ريش ده، انا عاوزك الليله تبقي نعامه. من عينيا يا حاج. تسلم عينيك يا جميل. ايه ده؟ انت مش جاي معايا ولا ايه؟ مش جاي معاكي؟ ده سؤال برضو. ما انا جاي من الصين اعمل ايه؟ طبعا جاي وراكي على طول. ايوه ليلتنا صيني بالصلاه على النبي. نيهاو. مساء الخير يا حبيبتي. مساء النور يا ماما. مش عوايدك ايه اللي مصحيكي لحد دلوقتي؟ مش عارفه، مش جاي لي نوم. حاسه كده ان قلبي مقبوط. بتشر عليك يا ماما، في ايه؟ المهم انا جيت اطمن عليك يا حبيبتي، عايزه حاجه؟ ما تحرمش منك يا حبيبتي. طيب انا هروح اقرا قران شويه يمكن اهدى. تصبحي على خير. انتي من اهله. مش قادره نفسي. بتقولي ليلة سيري؟ افتح لك الشباك يدخل لك شويه هواء. لا بلا يا حاسس ده. مالك يا حاج؟ حاسس ان روحي بتسحبي. روحك ايه؟ يا لهوي مالك يا حاج؟ ايه يا حاج؟ ايه؟ يا لهوي انت بتعمل كده ليه يا حاج؟ يا لهوي مختار مختار مختار. مرة كده. ايه؟ حبوب. الو.
يعني؟ واحدة واحدة مش فاهم حاجة. الحقني يا ابوك. ايه اللي حصل؟ ايه؟